حجارة صغيرة لكن ضررها البيئي كبير لأن الخرسانة تصنع منها، فبسبب تسخينها ل 1450 درجة مئوية تنبعث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. وجد هذا الرجل طريقة لجعل الخرسانة أكثر رفقاً بالمناخ. نشأت مع الإسمنت والخرسانة، وهذا القطاع مسؤول عن 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، لذا أرغب في حل هذه المشكلة الكبيرة. ينحدر مؤسس الشركة الناشئة من عائلة تمتلك مصانع خرسانة منذ أجيال. فكرة المستثمر بسيطة، استخدام حرارة أقل أثناء الإنتاج، لكن تطبيقها معقد. كل مزيج خرسانة هو وصفة جديدة تدخل فيها مئات المكونات. هذا ممكن فقط عبر الذكاء الاصطناعي، وهو مستخدم في برمجيات الشركة الناشئة. سيكون الكوكب غير صالح للسكن لأطفالنا بكل تأكيد. علينا إدخال تغييرات ضخمة خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة. فنسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن صناعة الأسمنت كبيرة جدا ويجب تقليلها. أجرى برنامج الذكاء الاصطناعي حساباً لكمية الخرسانة اللازمة لتشييد هذا المبنى شاهق الارتفاع، ولكن لطابقين فقط من إجمالي 37 طابقاً، لأن هناك مشكلة. الوضع الحالي لدينا هو أن صنع خرسانة بانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون لا يزال باهظ الكلفة نسبياً، لذلك فالمسألة في النهاية مادية، أي أننا إن بنينا المبنى كله بالخرسانة الرفيقة بالبيئة فستكون تقريباً الكلفة ضعف المقررة حالياً. كما أنها ستحتاج لوقت تجفيفاً يزيد بمقدار الثلث. مع مبنى من 37 طابقاً سيعني ذلك مزيداً من المال والوقت. ورغم ذلك يؤمن شبنا بالخرسانة الخضراء، إذ تجري تغييرات كبيرة في قطاع البناء أيضاً لأجل حماية المناخ. يمكن الحصول على قروض أفضل عبر اعتماد أساليب بناء مستدامة وعلى قطع الأرض بسهولة أكبر، وكذلك على مستثمرين وصناديق عقارية متخصصة فقط في دعم المباني المستدامة.